بسم الله الرحمن الرحيم. يا حليم يا كريم يا من بيده كل مفتاح، يا حكيم يا قديم يا من بيده كل مفتاح، يا ظاهر يا باطن يا من بيده كل مفتاح، يا نبيل يا دليل يا من بيده كل مفتاح، يا حنان يا منان يا من بيده كل مفتاح، يا جليل يا جميل يا من بيده كل مفتاح، يا قادر يا مقتدر يا من بيده كل مفتاح، يا مقيل يا منيل يا من بيده كل مفتاح، يا وكيل يا كفيل يا من بيده كل مفتاح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد، اقض عني ديني يا كريم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب، رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. اللهم أوسع علي في رزقي، وامددني في عمري، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. يا أول يا آخر، أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا قائم يا دائم، أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا طاهر يا مطهر، أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا كبير يا متكبر، أنت الرحمن وأنا المرحوم،
يا ناصر يا منتصر أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا فتاح يا نفاح أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا قادر يا مقتدر أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا عالم يا حاكم أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا باعث يا وارث أنت الرحمن وأنا المرحوم، يا طالب يا غالب أنت الرحمن وأنا المرحوم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا الله يا الله يا الله، أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، أن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حضرت من رزقك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، يا رازق المقلين، يا راحم المساكين، يا ولي المؤمنين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد وأهل بيته، وارزقني وعافني واكفني ما أهمني، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى، ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك، إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان قريبا فيسره، وبارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.